قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدمائك شروك يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام وقلنا القرآن إذا شروك الدمائك دعاية كثيرا الدعاش أبا كدمائك يوسف عليه الصلاة والسلام بدعاية كثيرا ربي قد آتيتني من الملك مثل يا ربي تجلت ملكي دائما تأسكف ما ايك الوزير المعظم الملكي هذا صلاة دائما تجلت مال وجلت اشتريك سيبن دسيمن وعلمتني من تأويل أحاديثي وايك النعمة دي شهدت تلقى ملك يا ربي أو تأسفير تعبير رقمناك لي هذا كلمة بيغمبر فاطر السماوات والأرض توي شيكال عثمان عدى أنت ولي في الدنيا والآخرة وتي يا ربي تو بشتبان مني الدنيا والآخرته وتو هالكار مني بس من توي هاي كتو أبشت واشكم تدبت تو تجهن يمنو بشتك خرابش تدبت بس تو دشي سمراتي توفني مسلمان رب خدتو في نعمتا إيمانه نعمتا توحيده نعمتا عبادته لابتنك كم تبس من سبعين دبيني وثباتك دام السبعيني حتى أسمر توفني مسلما يعني رب خدتو ثباتك دام سال إسلامي سال إسلامي بمين سال دين راس ودين حق منهم حتى مرم واختبرك ومتين أسف بصمامهم وإيمان دارهم وألحقني بالصالحين وقت أسمري مش ياربي رجالتي مريك اشبه جينا وأمرو قد صالح يعني بيغمبرة شهيدة هذه الدرجة رب لن لا لرب العالمين. يوسف عليه الصلاة والسلام أبا آخر دعاوي ودي مريك وقصار يوسف عليه الصلاة والسلام نعم في سورة كده كتريها كدي مريك ويجبه دعاوه دعاك بدي يا رب أخذ الدفرواية بدي أمسى ديني بشي تقف نعمة المعظم قال مكرين أسع عبادت تبتلت كم من أخذيرك للشركة وتقف من كا أبدا صلاة داما تقف فيها تعبير وخونا كريم تقف نعمة هم قال مكرين يا رب أخذ دمن سد ديني أخش بيني حتى تقف وأبرو ونيا كامل كافتنا برج الدمارك رمضان دام قالت بيت بي ونيا في وصيتين وفي نصيحتين أبو مهما يوسف عليه الصلاة والسلام يبردوان بسر عبادتي ودعاش كرن كرب العالمين ثبات الدتي أمش ديماري كرمزان تليا ما إزلك بو هبه بشتي رمزانش نا هنده قام رمزان خلاص بو وني أمش دلت عبادتي همو داخل أرماء بدلين بل نوبعي بيدا تبيني نبوزقف ونيا هم بنا فريزة هم بنا فنيه فريزة ونيا هم قرآن هم جنة في سر تحشكار مفدانان ونادنا فكرنا حتى صلاقاتي صلاقة كين بنا با ذكر كين بنا با صلاقات دان صفي عمري صلى الله عليه وسلم كين بنا با هل ايك الخلاتية معظمة ملوك بسرمان نابد يقولي يوسف عليه الصلاة والسلام يبار دوام بسا عبادتي انا شو يبار دوام بيك بلا وكي رمضان بردوام نبا وكسر ما وكي رمضان بردوام نبا اما
هر طرف همو عبادت بيلي وچون نبي جمعش تنزيفته نبي جماعت بيلي قرآن خاندن بيلي هذا ايك الخلطيات معصنا مروه بسرمان أم وقت قشتنا ديماريكا بهيبية ورب العالمين أفنع متاقي المكر وقت الخاز رب العالمين تلك المكاني تشهدها في البخراز بي مروف تبيا بخو جدولك خطاك دانك وقشتها مزانش أسبوع عبادتها هربك بلا كيمكا مكتب أمور جزء القرآن الثاني بشتي رمزان دورة القرآن أمور جبتنا نبدأ ده ورقة دورة باقينا أما إبار دوام مثلا هل تتناش إيش إيك ورقة باقينا بس إبار دوام بنهينا أو إن شاء الله زمن أقدر من بشت بيغمبري صلى الله عليه وسلم كيف چه عمل داد بشت كيف في عمل داد قال لي خدا نريس بار دوام بيك هل مروبك هل عملك كرب بلا يكيبك وإن قلل شجنية كيماتي شجنية بار دوام بيك يوسفش عليه الصلاة والسلام يبقى دوام مسرع عبادتي ودعا شكرن يا رب خليل بالثبات يعني أمش هل أي كلمة مخجد ولك دام يدي بار دوام بسر سفيجة سر سنتة سر قرآن خاندنة سر صدقة سر همو عبادتها بلا يكيم لي ومشي بس أخش بلنك لدى خازش رب العالمين كي كرب العالمين ثبات يدبنا يوسف عليه الصلاة والسلام شو بدي لي توفاني مسلم معنى جاء توفاني مسلم يعني يا رب انت تبادل دائما دام وقتبر المنتين السيد إسلام يبن المسال إيمان يبن رب العالمين قرية ذو المدلش لما وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت يا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيمان دارا عبادات يا رب العالمين ذكر حتى مرنك حتى مرنبوك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت حتى مرنبوك ديت بعبادتي أنت هل بس هاي رمضانية عبادة نريج الجماعة بس هاي رمضانية مسجد ناتي نو بكرا قد بي لشهر رمضان خاصة ناتي نو بكرا مبين بي مسجد ناتي نو بكرا وهمو رجع وهندي مروف صاخة ومروف شو عذرنية مروف بيشو ده تيجي مروف بيت المسجد ده نريج التاك وهمو عبادة الديش فهند رب العالمين قياتك ديدا ومات بيش لما ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني مسلمان اشياء بالمقتل مرمهم بدت بما مسلمان بل يعني شيء معنى شيء ولا تموتن الا وانتم مسلمون هم المسلمين الذين تقتلوا خسال اسلام بمريني خسال ايمان بمريني وقت ما لقيت الموت هذا لك تنبه شيء هل هذا استوبيت كان في شقه باش كان هاي بقيت مجال الدم ويبقى وي هاي في الوقت اسكو باش كان ولا رحمك شيء اخش كلمانيه بس معنى شيء ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني نمرا الا هم مسلمان يعني سال اسلام وسال عبادتي بل دوام بل ده هل وقتك ملك الموت كتبين بسده سال عبادتي تو من يبني وقتي يمسكيني وتهيب تشام زرابي وتبشمان مني اما تمني الموت اكن بيسح في الروايتين ايه هو معنى لك جيت يوسف عليه الصلاة والسلام إلى دخاز من ناقلي وقبل يتوفني مسلما أنا وقفني على خلفة يوسف عليه الصلاة والسلام دخاز من ناقلي توفني مسلما يعني يا رب خذ وقتي ملك الموت رحم كيشي أس سال إسلام يعني فوالد دمن دوقتي ملك الموت أس سال إسلام ومسال إيمان وبمشهد عتمة حرام إيه دعاء من ناقلي يا هاي ويا دي مصيبتك سليمين دي نحوشك سليمين دي خمد مكين دي دار بي ويا دي مصيبتك مولوي ده دي اتجاهات او خسارة من هر شيء كيف سليمان ويا يا رب خد من هل كيش اخذ ناقل ويا يا رب خد من بمين ويا دي دعاء الكوبة دعاء مرنك يلا خلقي هاي دعاء مرنك هذا ايه كم ودعاء حرامة يا رب صلى الله عليه وسلم جيت لا يتمنى احدكم الموت خد شيء نبي تجا كاس دعاء كاتمان بيجي تيار بخدم بدري يعني بعد شيء بيعمل بيجي صلى الله عليه وسلم إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا هل تقول ما كيفاش بي ودي تمنى بدنك أبو عامي توفيق ودار دا تبر بك إيمان داري تو عبادة خلبتنك تو جيني تو فلاني تو يزديني تو مسلماني موحدي وبشتي يجي رب العالمين توفيق هذا عمل صالح اشتي كوني تمنى ومرنيك
خبجي سادع عبادة ليد مخير الأزل كي درجة خبجي بحشت وإما مسيئا كعبرش هذا من لك خرابش بيك تتمنى من نبكي وأزي خرابي وأنتوي خرابي فلعله أن يستعتب تتمنى من نبكي في وقت خراب تيسر بنحا أصار خرابية تتوبنك إليا رب عمود الرب تبكيش إليك دي خراب ترين دي ما يبدي ما يبتمي دي عبر دي تتمنى هكا هكا من لك خرابش دو بلكي تبقى بدي أبنى التوبيتك ورب العالم فرازيك وحديثة ريدة بعمر بن صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه شنابي حرام إيك دخاز برنيبك ودعاء برنيبك مصيبة لك أبوهاتي نحو شيخ أبواتي سبب وين أبش حرام أو شنابي بو أمتا بعمر صلى الله عليه وسلم بهنيبك تمني الموت ألا شنابي أما ملو إيك شهدي يا رب صلى الله عليه وسلم بجي اللهم أحيني إن كان الحياة خيرا لي يا رب خلت تزغني أكجيب من خير ترى يا رب خلت من جل نبري وعمل من دريش وتوفني إن كان الوفاة خيرا لي يا رب خلت تزغني أو العالم صلى من نظر وكما تبرو في الأخرى يباشش أما أكبرو في دقيقة بلي بل تبرو ونيا من الهزاز ونحكي من الفصل الخلوة من رباشش الشيخ يا رعامين يفاق من أحمد المسيح من الوالي من القبريدة وصلاحة محشرة دي تخاز رب العالمين كي وتوفني إن كان الوفاة خيرا يا رب خذ تزاني أكا تزاني ملك من خيرتنا كنت يقول من بينا أنا دعاء تدرس له أنا دعاء مدينيا أما إيكو مش يا رب خذ من بمهني ثم العديلة بآخرين أبا تشنم من الحرامة قول رب العالمين أف سورة وأفجم فتنة عن بره مبوتين أو إيكي وأفجم كا قصال يوسف عليه الصلاة والسلام إما هيك آية يوفي سورة رب العالمين يوم يدوني كبرشم مبوتين لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب رب العالمين مش مختمة بمجرد يوسف يوجرد في عن بره بيش يوين يقولين عليه الصلاة والسلام وشيء نقول بعد وقت يا أخوش بودي ومهدنية دواقة خوبي ومهدنية ونيا دوا دلتا حيامتي ونيا اشتاك أخوش تأغولي بدواقة خو بيبوني يبدي عبرة وبندي أو اشتاك باش أو أخلاق باش أو اشتاك باش البيت قصة تبقوا ودي وجيب جيب كي ودي ينافقه وأو اشتاك راب وخلت باك يكرم النافق قصة وليديك عبرة وين بيشني عبرة عبرة هوا كتاب در باز كت عبور در باز بينات تفير اخي شارعي تشي اخي دي مش عبرت شارعا يعني هز در باز وشارعي هف قصاش تفير ورد كتو عبور اتناف اخلاق تدا تشيردي الناف عبادة تدا تشيردي الناف الدين تدا تشيردي يعني تشي عبور تدا تشيردي يعني شو ده حرام تيري وشي اساس شو ده باش برهندش سحكة هلي سحكنا في الماء يوسفي أو قريد له كسب عبور شنابيا عربي ما تقول وخوشترين شو لدي بشتا خوشترين فلق في الماء يوسفيا يشتغير كات ويسعزل في الماء يوسفيا خوشترين في الماء ويقمار كات ويسعزل كات يبيع وجيا تشتغل يبيع وجينا وفات جيا عم بيني بينو تشيرو جواره دسیده و بسکیت و عبای دسیده و شبش فش به ما یوسفی به علیه الصلاة والسلام بو عبره بو چه نبو چونکی پری دروه همون شورا دروش بید عبره دانیه عبره چجارا فایده تو دروه و ناکری قصد بید پری درو بید ها شرابی ها ما به عبره که بذکرن که آیا اشقیل کرد گل جن عزیزی و گل جمعیل به انده سره چون برای ما یوسفی مش يقول حراما يا رب ليس الله سيد حراما عشر هذيني إلى قد ما بين كل كل شيء حراما سندرقة تلاقيني في المي يوسف عليه الصلاة والسلام عاشر مسلم بس هذا ما بيجي الدنيا قال جنا عزيزي عشق أبيني كان ودليل من شيء والله باقي جحيم لا تربو يا ما أما تربو شو كتير بعد نهار كي أقوى نهار كي حديث بعبد نجح كيف كان هذا
ونا يوسف عليه الصلاة والسلام خبرينا أما أبا دستكي أفل ما تشيتري دا تشبيها صورة بيعمبرك وعم حموظاني كي تشيتري حتى نوكا أو أبي تشيتري وقته عالمك يقو في المدرسة عالمك مش كان سليمي جنابا بقلوبة دي دانسل أما بيعمبر دي تشيتا جبريل دي تشيتا سليم جبريل دي تشيتري ناف الميدا والبيعمبر دي تشيتري بس عالمك يقو ملاك يقو وقت في الماميتشيل كان حتى سكي سحتك بكم قناة الكواة وقت عالم الماميتشيل كان سجد كلام كوب جناب السريع عالمي ديار بي و آية الكواة ديار بي آية الله جناب السريع ديار بي أما سريع في عمل درسته افتراء أو دقوة دي في عمل درسته جناب الافتراء دي عالم الماميتشيل أفهمو إيه كلوا ودروانا هل تشتكي ما تسبيكا في سورة مربوطي وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام مربوطي رب العالمين جمودي نحن نقص عليك أحسن القصص. قلت أبي عمري صلى الله عليه وسلم تشيروك درس يا يوسف أول في سورة الأماني أن حكى أبي عمري صلى الله عليه وسلم مع حديثة وصحيح يولي يدي همو دلونا وافتراءنا وباطلة دباش أبي ما باش عمو جربوتي كان في المدر صدد إشكالي هدى أنا يدي همو يدي يعني يدي همو كنا يعني صدرون همو دلونا همو افتراءا همو ماسترين كيماتينا دانا دربا بيغمبرا كل يوم دولة بسلمان ولديتا البيغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة كده ابن بحسي قبر يوسف يتكاد عليه الصلاة والسلام وبحسي كيان يوسف يتكاد مني البيغمبر صلى الله عليه وسلم رجع كأعب شبري السفرة كده دربا شبري أعرابية يعني أبي ترى مشاهد المدينة ويقول ده في عمل صلى الله عليه وسلم وتشوف اللي هي عربية اللي هي جاء خلي العمل ده وخيرانية وميرانية وجوان في عمل صلى الله عليه وسلم فقال له تعهدنا ائتنا في عمل صلى الله عليه وسلم اللي هي عربية قلت أن حسك إذا كنت شاكي مدينة جاد مرولة للمسألة ذا نوابك فأتاه الأعرابي روشك أو أعرابي اللي قلت هذا مدينة مؤتبة اللي في عمل صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بك تشد خاصة يعني بيش انت تشتفر بك بيش انت اسبه جيبه جيدا چونكي تش وقت امواتنا لونتا تقال قدمنا فقال ناقة برحلها وفي رواية ناقة يركبها وأعنزا يحلبها أهلي وقال يا رسول الله من حيشتغل فيه وقال أول سر بشتوي أول من فسر وكي حاشر المال كردان يكريا ورحل أول عبدان السر بشتغل حيشتغل وقال من حيشتغل فيه ومن هدك بزني فين دمارمان بخشية ببنشر يا رمال صلى الله عليه وسلم دوية تشتيه في عمال بدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل يا رب صلى الله عليه وسلم حسكت وصحابات وفي عربية ديارهم أهل دوخازات دوخازة الدنيامية اجتركيما رب بسمان نابد دوخازات في اجتركيما نابد هدفهمي هم وخمهم اجتركيما في الدنيامي يا رب صلى الله عليه وسلم كي مهمقور ومزحمتا هم بيش بلاوكي ويبي رجنا بني إسرائيليوكا ويبي رجنا جيكا فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل صحابة بيعمل صلى الله عليه وسلم قلت بيعمل يا رسول الله قلت أب چه بيرجنا بني إسرائيل ما چه دروجنا بيرجنا بني إسرائيل قلت أمي شو كيف يمكن قال إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريقة موسى عليه الصلاة والسلام قال بني إسرائيل مصر لا تفتن وقت فرعون تهديد كريم وقفل كريم لو كجن موسى جبل إسرائيل ده كفى ريك بريك بزت إنه فريك دوتشن نيلك ريك إنه ريك بزت فقال ما هذا موسى عليه الصلاة والسلام على ما يبني إسرائيل خبرته بني إسرائيل جلدهم عشان لبقى قاصنا هم جلدهم تعرف شيء أبو ما ريك بزت مسار ريك دوتش تفرك ما بزت يعني شتى عجيبه فقال علماؤهم نحن نحدثك علماء الوزاني مثلا كشف لأن ليش نعتبر شو جماعته
نحو ريكو ديار علي كير ريك دار نيلك ريك بسرزل وچو ريك نعمل إن يوسف لما حضره الموت أخذه أخذ علينا موثقا من الله على موتك موسى عليه الصلاة والسلام چونك يوسف ايش موسى جمع كنت موسى كنت وقته يوسف مري عليه الصلاة والسلام وكي أن خرق الكليفة بين إسرائيلية عمو خرق الكليفة وأهدى المواجد أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظاما ومعنا قلت يا ما جانبا إسرائيل نابتون بشنا دل المصرية حتى خبر من وجسم من وقيان من قلتون بلدي عظام يرى نبعسي يسوار عظام نفل وغاد عربي ده وده معنى ايه بحسي يسوار ويا مشهورة وعظام تيب وقياني همي تيب همي قياني مريد مش نحن عظام چونك وقتا في عمر صلى الله عليه وسلم شق قلبي وعمل كفتي أبو تميم الداري هذا الذي في عمر صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أفلا نتخذ لك منبرا يحمل عظامك قلت يا رسول الله أنت منبرك لك سيد الجميل ده تبتي سري وده قيام تسرع مسديد نبت يحمل جسدك وده يحمل عظامك بعمر صلى الله عليه وسلم يعني عرفت العظام وديان همين فهذا بده يوسف يقول يا مال ديان مال ونيا و جنازه من قال في بلده شو تجيب يا رب صلى الله عليه وسلم تجيب ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء رب العالمين حرام كري عد ديان بيغمبر ناخذ يعني شنو نعمل؟ نارسه كرمي لابن قد شنو نعمل؟ هل بيغمبرك قبر لي غتبه ديانا مية درستها ودنيا يشتخني والمقات شو اللي نادي بأنه اللي بسميش عليه الصلاة والسلام قد بني إسرائيلية وكاكم شو ندري تبيا جنازة قلب بك قال فمن يعلم موضع قبره موسى عليه الصلاة والسلام قلب بني إسرائيلية كفنا مرقان قليل يوم شو ندري لنا نحو في عونة دي دي تبقى لكي شاق قبره شاق درابه مشي قبره كولي وجنازيفين أدريب بني قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل وأما بني إسرائيل يقول الله كسر ما نصر يقول بس بلا شنة تخان بلا شنة بني إسرائيل هي أرزان القبر يوسف يقول لهم كسر لين صان وأبش قالوا هذا نبو وقال موسى عليه الصلاة والسلام لا نبو فبعث إليها فأتته فريك رميرة من الجاكية قال فقال دلوني على قبر يوسف موسى عليه الصلاة والسلام متفيد يجنب دول الشمد قبر يوسف عليه الصلاة والسلام كيريا فقال لا والله لا أفعله فريك يجنب القداس شكرا سين زمان حتى تعطيني حكمي قلت حتى من دخوزك دخوزك من جيبا جيبك من شجرة جيبا جيبك من شجرة قال وما حكمك؟ قلت تجد إذا خاصت تجيئك قال أكون معك في الجنة قلت من إذا خاصت أبدا نقول إذا افترك الدماء نقول إذا قطعت بعد الدماء نقول الدعاء بالرب العالمين كنت تجيئك زيزة الدماء قلت إذا خاصت إيه إذا خاصت هيدا قلت موسى عليه الصلاة والسلام قلت أسلت جلت دماء المعشر موسى عليه الصلاة والسلام أبا يربي نهجه فكره ان يعطيها لو خزر يجب جنته بيغنبري صلى الله عليه وسلم اثني ثلاثه في اعرابيه وصحابه ابو بيهدين كامرون بسلمان تبيا هماوي خماوي هدفوي ومعظم الدنيا نبيد بحش بيت راس بنا خده بيت درباز بنا ورجه نبيد ايه مشتلالي بيغنبري صلى الله عليه وسلم ونيا بيغنبري مش انت جده نادو بيغنبري بسلمان ونيا اما خماوي بيت شتوا من طلعت عندي بيت من يوم ما كي الدنيا اللي عم قرر جوني أنت شو الخنا هاي اللي حد كاهو في بيت عم ما كسرني أنا شو اللي بس ما طلعت عندي اللي محتاج إشنيا بركي بيت بيشنيا أما هم مخامة مولينية هم مخامة تأوينية تها عملك وبعش الدسكولينية ما صلي ما قلت دسكول في بيت يا بنس الله على سنة فرقية مبهدة فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها يا رب العالمين وحي بن موسى فلان
و ديار موسى درخوازوه مجيبجيب كان يعني بيجي تو ديار مدبن بحشته هنا موسى عليه الصلاة والسلام مدر بلجنه من عند درخوازوه مجيبجيب تو ديار مدبن بحشته ودم بشرت كيف فيها قبله يوسفين شمبه فانطلق بهم إلى بحيرتين هنا بلجنه موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل بدوله قال خبرنا حتى كنا سالف بحيرتين يعني أوفكا يقوم بنبح رمضانية ما يبشكا موضع مستنقع مستنقع مالي جئت بو يكير بو وفي الأخر ربو فقال أنظموا هذا الماء ببي رجل في أوفي بينا دلين في أوميدا حتى حشجوه فأنظموا الماء أوف إنا دلين حتى حشجوه وشو أفضل دلين قالت رحفورو بشتين جيجنة بيكي رجل البوتين بكونا واستخرجوا عظام يوسف تتويل إلى قبل يوسفي جنازة يوسفي جيان يوسفي نادري فلما أقلوها إلى الأرض إلى الطريق مثل ضوء النهاري مش وقت إنا أدري إبناء قبل إلى جيان يوسفي عليه الصلاة والسلام بجي ديار شهر بيبني وقت إنا أدري بجي طريق برومبو همور ريك تنه ريك نجدي اما ابريكا او دير در باز موسى و بني اسرائيل مش همو روم بواكي رو نهار مشي و در باز برو چون اوش ايك بوا حديث صحيح او اقامل قلت صلى الله عليه وسلم سر جنازه يوسفي كان مصريبو بش دينجي وقت موسى در قفت بني اسرائيل او جنازه بي قلت و بلية دريك جبا قل چون اكي جي یه جنازه میشه گرم خوب بگه ویجه یه میره مشاش گره ایسان اما چه گشت اینه پشت اینکه موسی علیه السلام و سلام بیره یه های که مشاش کن هم در خاضر رو عالمین که ما رو نواب کسف کرد و به فرمایت داده مثل عبادتی پشت های رمضانه و حتی امر امتی هم من به سید اسلامی امر نواب کسفی هر نصیحت اکنبه کردن اما فایده نبینیم و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.